سميحة مساء الخير. مساء النور. بتعرفينا عن حالك؟ اسمي سميحة من المغرب، عمري 26 سنة. I have my own company of publicity and advertising. I have my own brand of lashes and I'm studying interior design. اف هودي كلهم بنت مثقفة، ما بعرف شو بده يضيف لك هذا اللقب تسعيتي وراه. واليوم العالم عم يتخبط وخصوصا العالم العربي بأزمات سياسية، بدم، بدمار، بجائحة كورونا اللي زادت بالطين بلة. شو حيضيف لك؟ هذا اللقب هو غايته أكثر شيء إنسانية، إني أساعد الناس المحتاجة، الأطفال. فليش لا الواحد يعني في هالأوضاع وفي هالحروب يسعى يقدم شيء يستفيد منه العالم. طيب بس نحن كلنا منعرف انه هودي الالقاب بيعطوا صيت مش حلو اذا صح التعبير. يعني كل فتاة او شاب بياخدوا اليوم لقب جمالة دغري بروح فكرنا نحن كشعوب عربية لأمور مش حلوة. كيف بدك تثبتي العكس للعالم وتفرجيهم الصورة الحقيقية لهذا اللقب، انه لا ما ضروري البنت تكون حلوة وتعمل اشياء مش مزبوطة؟ هلا كل واحد بيمشي على تربيته وعلى اخلاقه، مش ضروري احنا ناخذ مثلا الاكسبيرينس اللي صارت قبل. بس انا هذا اللقب رح اشتغل فيه على شغلات انسانيه ورح اطور من حالي بهاللقب، وان شاء الله اكون قد هاللقب. ليه اخترت لبنان؟ يعني الغريب بالامر انه اليوم لبنان في ثوره، في ازمات اقتصاديه، في تفجير طلع من شهر، في دمار. يعني بالنسبة لك شو بيعني لك لبنان؟ تختارتي لبنان تنطلقي منه؟ لبنان بلد الكرم، الشعب الطيب، وأنا أتشرف إني أخذت هاللقب من لبنان. وبلد الجمال طبعاً. وبلد الجمال أكيد. يعني ممكن تتركي شهاداتك على جنب، تتركي البزنس تبعك على جنب، وتفوتي بهذا العالم، عالم الموديلينج، عالم التمثيل، عالم الإعلام. هلا هو الواحد لازم ينسق وقته. وأنا في الأول وفي الأخير يعني اشتغلت على شهاداتي واشتغلت على شغلي، فإن شاء الله يعني رح أحاول أني أنسق ما بين شغلي وشركتي وما بين الجمال واللقب. خايفة من الانتقادات اللي عم تتوجه لك؟ لا ما بخاف من الانتقادات، بالعكس باخذ الانتقادات وبتعلم منها وبشوف الشيء اللي لازم أغيره وبغيره. في انتقادات بناءة. بناءة صح. نعم. طيب يعني من اليوم لسنة نحن بنعرف بعالم الجمال هو أقصر وظيفة على وجه الأرض هو الموديلينج والجمال والكذا. شو البلان تبعك من هون لكم سنة لقدام؟ هو في بالي التمثيل. نعم. في بالي الغناء. أوه غلطتي هلا. شو بتغني؟ بغني، بدندن شوية في البيت والكل قاعد يقول لي انه صوتي حلو. ف بتغني عربي اجنبي؟ شو عربي، اغلب شيء عربي. يلا مين بتحب من الفنانات العرب؟ بحب نانسي عجرم. نعم. بحب فنانة نوال الكويتية. نعم. بحب احلام، بحب صوت سيرين عبد النور كثير. أنا بحب تمثيل سيرين عبد النور مش صوتها. حتى صوتها حلو وشكلها حلو وتمثيلها حلو، بس صوتها في أغاني كثير حلوة عندها. شكلك بتحب دهبيات أحلام. بتحب الذهب والمجوهرات تبع أحلام. مش أحلام، إليسا بتحبيها؟ بحب إليسا، صوتها كثير رومانسي. طيب خلص انا هلا استنتجت من حديثك انه انت اخذتي اللقب، عملتي اللقب لتفوتي عالم التمثيل والغناء، وبرافو مش غلط. مش غلط مزبوط؟ طيب يلا شو بدك تسمعينا لننسي عجرم؟ اخسمك اسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. اخسمك بتحبي يعني اغاني الدلع؟ اي شوي. و بدك تتمرن شوي على صوتك، ما فيك. اي هلا شويه مع
أول مرة يعني هيك أغني. في شغلة نسيت أقولها، أنه السيدة فيروز هي الأيدل تبعي أكيد، والكل بيحبها وبيحب صوتها، وأنا بعتبر صوتها يعني ما له مثيل في الوطن العربي. كرمال هيك ما ذكرتيها مع الباقي، مع أكيد بقية الفنانات. لأنه أحسها هي سبيشل، لازم تنذكر لحالها. طبعا هذه السيدة فيروز أكيد مني كاينة. سميحة، نحن بدنا نتمنى لك حظ سعيد، حظ موفق. Thank you so much. إن شاء الله دايما من نجاح لنجاح، إن شاء الله تحققي اللي بتحلمي فيه أكيد. يا رب أمين. فينا نوقف نشوفك هيك كموديل، شفنا وجهك الحلو. أوكي. فيك توقفي؟ أكيد. ستايلش كمان. Thank you. تلبسي التاج وين ما رحتي وين ما كان؟ بس في الأيام الأولى أكيد كنت مبسوطة فيه ومبسوطة بهالتاج وبهاللقب، فكنت على طول بلبسه. طيب عادي أسألك شيء وبدك تكوني صريحة معي. يقال إنه هذه الألقاب مدفوعة الثمن، هل دفعتي حق اللقب؟ أنا أستاهل اللقب. هلا ما في شك. أستاهل اللقب. هلا ما في شك، ما شاء الله عليك، يعني أنا ما بمدح حدا، وأنت اسم الله جمال وطول وشكل وفهم وكل شيء، بس مش مدفوع حقه اللقب؟ لا. ما بيندفع يعني؟ هذه شائعات ولا مش كل الألقاب بيندفع حقها؟ هذه شائعات طبعا، وأنا أحس الشخص اللي بيستاهل اللقب بيحصل عليه. أنت بتستاهلي، بتعتبري حالك اللقب. هذه ثقة بالنفس ولا غرور؟ لا، ثقة بالنفس. أنا أحب الواحد يكون واثق من نفسه. Good luck سميحة. Thank you so much. Thank you. خلي عينك على الجرس.